بعدما انغردت الفنانة أصالة الإعلامية فجر السعيد متمنية لها الشفاء ومؤكدة انها لا تحمل في قلبها تجاهلا او ضغينة وتعليق احلام على تغريدتها التي نشرت اشهد الموقف وتأكد انها انسانة طيبة وتحبها من كل قلبها. ردت أصالة على تغريدة احلام مشيرة الى انها متأكدة من حبها لها ولكنها تساءلت ليش مرات بتشاكريني وموضحة أنها تشعر بالاستغراب من مواقفها التي تتأرجح بين الساخنة والباردة ولا 25 عام الماضية متمنية أن يحفظها الله والشفاء لكل مريض. تغريدة أصالة أثارت استياء أحلام والفانز خصوصا أن هناك من وجد فيها اتهاما واضحا بالتأرجح في مواقفها. فنشرت أحلام تغريدة ردت فيها عن مغردة كتب أن مقولة عامل الناس كما يعاملونك هي مقولة خاطئة وعلقت عليها ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيحة. وأضافت في تغريدة ثانية اللهم أرني عدلك في من ظلمني حسبي الله ونعم الوكيل. تغريدة أصالة ورد أحلامه كان كفيلين بإشعال الحرب بين فانز كل من فناناته حيث قال البعض إن رد أصالة لا يتضمن أي إساءة بل هي تحدثت عن واقع أحلام التي تحب أصالة مرة وتكرهها مرة أخرى بينما هناك من اتهم أحلام بأنها تغازل أصالة في العلن وتهاجمها في السر. أما فانز أحلام فاعتبروا أنه لا يكفي أحلام أن تحضر أصالة عن حسابها على تويتر لأنها التي تتهجم عليها بل يجب أن تحضرها من حياتها أيضا بينما أشاد آخرون بطيبة قلب أحلام وأخلاقها طالبين من الله أن يرد عنها كيد أعدائها. من ناحية أخرى نشرت الفنانة أحلام بوست تشرح فيه حقيقة مرض فجر السعيد وآخر مستجدات وضعها الصحي الحالي مشيرة إلى أنه حصل تسريب بعد خضوعها لعملية تحويل مسار ولكن لم يتم اكتشافه إلا بعد يومين نتج عنه تسمم في الدم أثر على الوظائف الحيوية وعلى إثرها تم نقلها إلى مستشفى مبارك الكبير حيث تحظى حاليا بالرعاية المطلوبة ويتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن وضعها أصبح أفضل مما كان عليه قبل يومين.